مشاهدينا الكرام، ما زالت كاميرا الجزيرة مباشر مصر معكم في تغطيتها لتلك الأيام الفاصلة في حياة الطلاب الثانوية العامة، هذه الأيام التي تختلط فيها الأمال والخوف والقلق. آملين الطلاب أن تنتهي على خير. نحن معكم الآن من أمام مدرسة محمد كريم بمنطقة الجيزة للتعرف على استعداد الطلاب لامتحان الفيزياء ورصد المشاكل التي واجهتهم في الامتحانات السابقة. الآن معنا عدد من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على آرائهم. أتعرف عليك في البداية؟ محمد مجدي. محمد، أنت توقعاتك لامتحانات الفيزياء النهاردة؟ إن شاء الله يعني ممكن يجيبوه سهل يعني عشان الامتحانات اللي فاتت وكده. أنت إيه اللي مضايقك في الامتحانات اللي فاتت؟ العربي بس كان صعب شوية، البلاغة والأدب. فكان بالنسبة لنا في رهبة بالبلاغة والأدب. إيه أكتر الحاجات اللي أنت ركزت عليها في الفيزياء النهاردة؟ الباب بتاع الكهربية والباب بتاع الحرارة. طيب، الكلام عن تسريب الامتحان الثانوية العامة، يعني في كلام ان مؤكد ان في بعض الامتحانات اللي فاتت اتسربت، وفي النهاردة على موقعات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ان في الامتحان اتسرب، ده كلام حقيقي؟ لا، هو الفيزياء ما اتسربش لغاية دلوقتي، ما اتسربش، لكن الانجليزي اتسرب وقت الامتحان، والعربي برضه نفس الكلام. وجه فعلا نفس اللي اتسرب؟ اه. طيب، هو بيتسرب قبل الامتحان كده بقد ايه؟ لا، في وقت الامتحان بيتسرب، في وقت الامتحان. يعني انت مثلا 9 الا ربع قبل ما تخش اللجنه بربع ساعه؟ لا، ما بيتصرفش، بيتصرف الساعه 10. 10؟ انت بتخش اللجنه الساعه كام؟ 9 الا ربع. 9 الا ربع. طب 10 وانت بتكون في الامتحان هيتصرف بقى تعمل بايه؟ في ناس بقى بتعرف تغش، ازاي بقى ما تعرفش؟ البلاك بيري والوسائل التكنولوجيا الاتصال الحديثه موجوده معاكم في اللجنه؟ لا، هما بياخدوها مننا اول ما نخش اللجنه. طيب، لو سالتك عن تامين اللجان، رايك في تامين اللجان؟ لا، كويس، تمام، الضباط واقفين وتأمين زي الفل. جوه اللجنه احنا جو حر، ويعني ميه. قولي في كام مراقب جوه اللجنه، ويعني التعامل مع الطلاب بيبقى ازاي؟ لا، التعامل كويس، هم المراقبين كويسين السنه دي عن السنه اللي فاتت، وفي مراوح وفي بيجيبوا لنا ميه وكده. اكتر ماده تعبتك الايام اللي فاتت واكتر ماده متخوف منها في المواد الجايه هي الفيزياء النهارده؟ اه. ربنا يعينك. الله يخليك. تعرف عليك؟ محمود احمد. محمود، توقعاتك لامتحان الفيزياء النهارده؟ ان شاء الله يا رب يطلع سهل. يعني انت ايه اكتر ماده يعني كانت صعبه عليك في الايام اللي فاتت؟ هي العربي، هو كله بيشتكي من العربي. واكتر ماده خايف في الايام الجايه تيجي عليك؟ يعني هي الميكانيكا. الفيزياء مش خايف منها؟ يعني يا رب تطلع سهل، انا جاي عامل اللي عليا يعني. طيب، يعني كلام عن تسريب الامتحانات، يعني في بعض الطلبه كنت قاعد معاهم من شويه قالوا لي ان فعلا الامتحان بيتسرب قبل دخول اللجنه بنص ساعه او بفتره. يعني الله اعرف اللي هو بيتسرب بعد الامتحان، يعني بعد الساعه 9 بعد ما نخش الامتحان تقريبا. ما اعرفش هو بيسربوه ازاي، بس هو بيتسرب. هو في ناس مثلا اصحابك اكيد بيحكوا لك، انت ما تعرفش، بس اصحابك اكيد بيحكوا لك. بيقول لك ايه؟ يعني بيتسرب، وهم طبعا بيتزروا الحمامات معاهم البلاك بيري والحاجات، ف مش عارف يامنوا البلاك بيري. وسائل الغش كتير يعني. هم قول لي كده زي ايه؟ انا عارف انك انت ما بتغشش. لا، الحمد لله ماشي. طيب، الحمد لله. قول لي بقى، وسائل غش كتير زي ايه؟ والله ساعات بيجيبوا برشام معاهم في اللجنه، بس يعني المراقب ما بيشوفهمش. وفي ساعات بياخدوا البلاك بيري معاهم بس بيحطوه في اماكن عجيبه يعني، وبينزلوا الحمام بيشوفوه، وبعد كده بيطلعوا. ولكن اولياء الامور هم اللي بيبعتوا، او بعض الاساتذه او بعض زمايلهم هم اللي بيبعتوا لهم الاجابه في البلاك بيري. لا، هم بيبعتوه على البي بي ام، هو عام تقريبا، فبيبعتوه فبيحلوه ويجيبوه على طول. دي ناس متطوعه متبرعه بتحل الامتحان وتبعته. اكيد. طيب، يعني لو قلت لك مستوى تامين اللجان والمراقبه، ايه رايك فيها؟ لا، هو كويس، اللجنه كويسه وبتبقى المراقبه كويسه. مش ملاحظاتك على امتحان الثانويه العامه السنه دي؟ لا، هم يعني صعبين عليا في العربي، بعد كده جم سالوها في الانجليزي، مش عارف بس الفيزياء يعملوا فينا ايه. يا رب يطلع صح. شكرا ليك. تعرف عليك؟ محمد عصام. محمد، توقعاتك لامتحان الفيزياء؟ ان شاء الله يكون سهل زي الامتحانات اللي جايه يعني، اللي فاتت. اكتر حاجه الامتحانات اللي فاتت كانت سهله؟ يعني باستثناء العربي، يعني كان في الادب والنحو، كان في الادب والنحو كان صعب شويه يعني. كتير. اكتر حاجه ركزت عليها في امتحان الفيزياء النهارده؟ اكيد يعني الكهرباء والباب الخامس والتجارب في الباب السادس. انت عرفت منين الحاجات دي مهمه؟ من شرح الاساتذه لينا، يعني بيقولوا لنا ان دي مهمه ودي صعبه وكده، ودي بتيجي كتير ودي كده. والباب ده يعني عليه اكتر درجات، اللي هو الباب الكهرباء عليه حوالي 22 درجه، والباب الاخير عليه كتير برضه. هو الامتحان هيبقى كام سؤال؟ الامتحان 6، هنختار منهم، هنحل منهم 5.
طيب قول لي الحديث عن تسريب الامتحانات، انت في فعلا طلبه زمايلك او شفت في حد تسرب الامتحانات وتاكدت قبل كده؟ انا ما اتاكدتش ولا شفت ان في تسريب، هما بيقولوا كل سنه برضو كده، والسنه دي بس قالوا في تسريب في اللغه العربيه وفي الانجليزي، بس طلع ده امتحان السودان على برضو على مواقع التواصل الاجتماعي، بس لا مفيش حاجه اتسربت. يعني هما بيقولوا ان ده امتحان ثانويه عامه بيكون امتحان دوله ثانيه. بيكون امتحان دوله ثانيه. طيب اكتر المواد اللي كانت صعبه بالنسبه لك الفتره اللي فاتت، واكتر المواد اللي انت خايف منها الفتره اللي جايه؟ المواد اللي فاتت كانت يعني عربي كنا مش خايفين منه، بس الامتحان جه صعب. بعدين النهارده الفيزياء ان شاء الله تكون سهله كده والكل يكون فرحان بيها، والرياضه هي اللي هيبقى صعبه في المرحله الجايه. انت متخوف الرياضه من اللي جايه في الميكانيكا؟ الميكانيكا. طيب رايك في التامين اللجان والتعامل مع المراقبين، بيبقى معاك كام مراقب جوه اللجنه؟ يعني اشرح لي كده، من اول ما بتخش اللجنه بتشوف ايه لحد ما تطلع فوق في اللجنه؟ واول ما بخش اللجنه يبقى في مراقبين، واحد قاعد قدام واحد قاعد ورا، بنطلع الموبايلات وبنطلع الحاجات اللي معانا، وبعدين بنبدا الامتحان. ومفيش حالات غش، مفيش حالات غش ولا اي حاجه، بس في مدارس بيكون فيها غش كتير وفيها كلام من ده، بس بالنسبه للمدرسه ديت ما فيهاش يعني غش. انت سمعت ان في مدارس ثانيه فيها غش، لكن انتوا عندكم مدرسه محمد كريم مدرسه ما فيهاش غش خالص. طب في وسائل جوه، فيها في مراوح، في ميه اللي انت بتطلبه؟ يعني لو طلبت تروح الحمام بتروح؟ لو طلبت بنروح، وفي مراوح والجو حلو هنا، بس هنا يعني التامين حلو، بس ما فيش امن، يعني ما فيش امن في المدرسه. يعني السنه اللي فاتت كان في امن. ازاي يعني ما فيش عناصر امنيه جوه المدرسه؟ يعني لو في حاجه حصلت ما فيش امن، يعني المدرسين برضو يبقى خايف، اللي هم المراقبين يبقى خايفين شويه. انت تقصد السنه اللي فاتت كان موجود هنا على باب المدرسه جيش او شرطه، لكن السنه دي ما فيش فعلا؟ ما فيش امن يعني فعلا. مشاهدينا، يعني نحن لم نرصد حتى الان اي فرد امني متواجد حوالين المدرسه. اتعرف عليك، محمود السيد محمد. محمود، توقعاتك لامتحان الفيزياء النهارده؟ هو باذن الله، يعني لو بنينا الاراء على الامتحانات السابقه يبقى امتحان يجي متوسط، لان امتحان العربي جه عالي، وامتحان الانجليزي جه نفس المستوى، بس سحبوا الامتحان زي ما سمعنا وجابوا لنا امتحان مستوى ثالث اللي هو للطلبه العاديه. يعني امتحان الانجليزي اتغير قبلها بدقائق؟ عشان بدقائق، هو من ساعه المشكوى اللي اتقدمت في امتحان عربي، فزي ما تقول حضرتك راجعوا ارائهم ان الطلبه يعني ما يقدموش شكاوى ثاني، فجابوا الامتحان في مستوى الطلب العادي. يعني انت اكتر الاجزاء اللي ركزت عليها في الفيزياء؟ هو بالنسبة لتوزيع الدرجات، يعني على حسب ما سمعنا ان الكهرباء والحديثة بياخدوا تقريبا ربع الدرجة او اكتر من الربع، وبعد كده تركيزنا على الباب التاني عشان في قاعدة ارشميدس بيجي عليها مسألة بثلاث درجات وممكن اتنين اختار، فدول اكبر درجات بتيجي في الامتحان، بس احنا طبعا بنبص على النهائي ما بنبصش على تجميع الدرجات الاكبر، بس بالنسبة يعني مجملا ربنا سهل النهاردة. يعني تسريب الامتحان، يعني في حديث كتير جدا ان في هاشتاج على تويتر وعلى الفيسبوك ان في والبي بي ام ان هو الامتحان بيتسرب، ده حقيقي وحصل في المواد اللي فاتت؟ وحضرتك انا كنت بسمع كده، بس لما شفت بعيني مع واحد زميلي وراني على البي بي ام امتحان الانجليزي كاملا الاجابه بتاعته صدقت الموضوع. تاني حاجه في فعلا كان في امتحان، انا شفت الاجابه كلها كامله، بس انا معيش صراحه معيش بلاك بيري وكده، بس انا شفتها مع واحد زميلي قبلها بقد ايه، قبل الامتحان بقد ايه؟ حضرتك على حسب، لو الامتحان قدروا يسربوه قبليه بخمس دقايق بينزل على 9 و10، والامتحان كده كده بيبتدي 9، يعني بيتسرب قبلها بدقايق. وكلمني عن تامين اللجان ومستوى المراقبه داخل اللجان. هو الصراحه مفيش مستوى امن زي السنه اللي فاتت، انا شايف كده ان احنا اتنقلنا اساسا من لجنه كانت في الجيزه، انا في مدرسه عاديه بس لجنتي كانت في الجيزه، فنقلونا هنا. مستوى الامن زي حضرتك شايف مفيش اي فرد امن خالص، ومفيش اي حاجه خالص، يعني ربنا يستر علينا. انا بقولها يعني معنا الان عدد من اولياء الامور، يعني نتعرف منهم على كيف كانت الايام السابقه وكيف يعني تكون الايام هذه الايام في المنازل في امتحانات الثانويه العامه. تعرف على حضرتك؟ احمد سعيد، ولي امر التلميذ احمد محمود احمد سعيد. استاذ احمد، يعني حضرتك اوصف لي الحاله في البيت الايام دي في اثناء امتحان ابنك في الثانويه العامه. هي طوارئ 100%، يعني البيت اللي في الثانويه العامه الله يكون في عون اي حد عنده ابن في الثانويه العامه. اول حاجه بداوها يعني دلموها اسود مع اولياء الامور ومع الطلبه. فلما بداوا الشباب بدا يتكلم ان هم مش هيسكتوا، هم اصلا يعني مش عارف بيعملوا من الشعب ليه، في ايه يعني. حضرتك رايك في امتحانات السابقه، في يعني ابنك لما خرج قال لك ايه الامتحانات كانت صعبه، هو متخوف من ايه في الفتره الجايه؟ هو العربي جاي اسود، الانجليزي جاي مبسوط، الفيزياء حاطط ايده على قلبه ما نامش امبارح، لاني برضو ما تعرفش دماغهم هم يعني بيعملوا ايه، ما تعرفش ايه اللي في دماغهم. قلت
حط الميه. طيب رايك في المستوى العام للمراقبه وتامين اللجان؟ لا هي المدرسه هنا المراقبه بتاعتها حلوه، تامين ما فيش تامين، احنا بنبقى قافلين لاولادنا بره، احنا بنامنهم من بره، ما فيش اي فرض شرطه لا ولا لا. هو كان عسكري معانا اول يوم بس بيقف بره، عسكري واحد ومر عليه الضابط واداله التحيه وخلاص، انما احنا ما بنروحش بنقف نامن عيالنا، احنا اللي بنامن المدرسه. شكرا ليك. تعرف على حضرتك؟ مجد امين، ولد محمد مجد. استاذ مجد، يعني اللجنه فتحت دلوقتي وبدات الطلب تخش، يعني طبعا حضرتك اكيد خايف اكنك بتمتحن معاه. انا اللي بمتحن بداله. طيب حضرتك قول لي الطوارئ في البيت الايام دي عامله ازاي والدروس الخصوصيه و... حاله الطوارئ 100%، البيت متخوف جدا، كله عايز اقول لك يعني بيدعي للولد ان ربنا يكرمه ويكرم زملائه كلهم بالتوفيق ان شاء الله، وخصوصا النهارده عشان الفيزياء صعبه جدا على طلبه الثانويه العامه، فربنا يكون في عونهم. انا بناشد وزير التربيه والتعليم وبناشد المسؤولين عن التربيه والتعليم انهم يخففوا العبء عن الطلبه، لان بصراحه ربنا الطلبه تعبانه طول السنه، وخصوصا في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد. قالوا ان هم يعني هيراجعوا العربي وهيشوفوا بعض الاسئله اللي كان فيها مشاكل وممكن يعيدوا توزيع الدرجات فيها. احنا سمعنا فعلا كده وجاتنا الرسائل على الموبايلات ان هم يوزعوا درجات العربي. العربي كان صعب، كان في سؤالين صعب جدا، طبعا في طلبه سابتهم وطلبه حلتهم كده اي كلام، فربنا ييسر لهم الامر ان شاء الله. يعني جالك رساله من وزاره التربيه والتعليم؟ اه. طيب راي حضرتك في تامين اللجان وتامين جوه اللجنه وخارج المدرسه؟ هو تامين اللجان المراقبين بس اللي موجودين جوه، لكن ما فيش تامين بره. كان في في اول يوم كان في امن، لكن حاليا دلوقتي مش شايفين امن بصراحه، فاحنا بنفضل منتظرين اولادنا لغايه ما يخرجوا بس، فربنا يكرمهم. شكرا ليك. اتعرف على حضرتك؟ عطيه حنا. استاذ عطيه، حضرتك عندك طالب في الثانويه العامه، اوصف لي الحاله في البيت عامله ازاي؟ لا الحالة طبعا توتر جامد قوي، بالذات كان قبل العربي طبعا كان صعب، مجيء صعب قوي، والنهاردة طبعا الحالة صعبة عشان الانجليزي اعتبر اكبر مادة هي صعبة. طيب درجاتها عالية برضو، الطالب عايز درجاتها يلم درجات. حضرتك رأيك ايه في تأمين اللجان من الخارج ومعاملة المراقبين للطلبة؟ لا معاملة محترمة، لان حصل موقف معاه من يوم في العربي كان موقف حلو قوي، يعني ابني في بدايه الامتحان الدراع بتاع النضاره اتكسر، فرئيس اللجنه خد النضاره وعملها له، فكانت لمحه حلوه قوي منه يعني. شكرا ليك. تحت امرك. اذا مشاهدينا، يعني بدات الان الطلاب في الدخول للجان الامتحانات ودقائق وتبدا امتحان الفيزياء الثانويه العامه، يعني نتمنى لهم النجاح والتوفيق، ونعود الان الى الاستوديو لاستكمال باقي فقراتنا. تغطيتنا مستمره، شكرا لكم وتابعونا.